من أهم أنواع الاستثمار هو الاستثمار في النفس. هتقولولي يعني إيه استثمار في النفس؟ استثمار في النفس يعني الإنسان إن هو دايما يطور نفسه، إن هو يتعلم حاجات جديدة، إن هو يستغل وقته صح، إن هو ما يضيعش وقته في ولا حاجة، يعني اللي هو زي ما قلت قبل كده يستعمل وقته بحكمة، يتعلم حاجات جديدة، ان هو دايما يحيط نفسه بحاجات ايجابية او يمارس دايما حاجات ايجابية. ليه؟ لان الحاجة اللي هنتعلمها النهاردة هتعود علينا بالنفع بعدين. اي حاجة هنتعب فيها دلوقتي، اي حاجة هنبذل فيها مجهود دلوقتي، اي كورس، اي حاجة هندرسها دلوقتي هتفيدنا كمان قدام بإذن الله، وهتخلينا حياتنا تكون افضل، وهتفتح لنا مجالات كتير قوي في حياتنا. لان في ناس كتير بتبقى معتقده في تفكيرها ايه تطوير الذات، وانا هتعب نفسي ليه، وانا هفضل اخد كورسات، وانا هفضل ادرس، وانا هفضل اتعب نفسي، وانا هفضل مش عارف ايه. لا، مهم قوي ان احنا نستثمر في نفسنا، لان احنا لو استثمرنا في نفسنا، لو تعبنا اشتغلنا على نفسنا، وان احنا نسعى دايما ان احنا نجتهد في حاجه معينه، وان احنا لان في ناس دايما بتبقى هي الفكرة كلها عندها ان احنا يعني اهم حاجة عندها ان هي تجيب عائد مادي وخلاص، يبقى عندها فلوس وخلاص، بس انها تستثمر في نفسها او ان هي تصرف فلوس في حاجة معينة هتعود عليها بالنفع بعدين، هتعود عليها نفسيا، هتعود عليها ان هي ذهنيا، هتعود عليها ان هي تشوف الحياة بطريقة افضل، انها تفتح لها مجالات بعدين، مجالات كتير في حياتها ان هي تفيدها بعدين. فدي بالنسبة لها حاجة مجربتش تعملها قبل كده. فأنا نصيحتي ليكم ان انتوا دايما اسعوا ان انتوا تجتهدوا، ان انت يعني يبقى في دايما كده ما بين فترة والتانية ان احنا ناخد كورس، ان احنا نتعلم حاجة جديدة، نتعلم مهارة جديدة، نحاول ننوع مجالات في حياتنا. كل ما هنتعب على نفسنا اكتر، وكل ما هنشتغل على نفسنا اكتر، كل ما ده هيعود علينا بالنفع في حياتنا في حاجات كتير، واحنا بنفسنا يعني هنلاحظ ده بعدين، يعني حتى مش هنلاحظ ده في وقتها، اكيد مع الوقت ومع السنين هنكتسب خبرة في حاجات كتير، هيكون تفكيرنا اكبر كمان من عقلنا، هيفيدنا في مجالات في شغلنا، هيفيدنا في حياتنا، هيفيدنا في تعاملاتنا، هيفيدنا في حاجات كتير جدا جدا. بس ده انا حبيت اكد بس على المعلومة دي، لان الانسان طول ما هو عايش، طول ما الانسان يعني يقدر ان هو يطور من نفسه، ان هو يسعى ان هو يستثمر في نفسه، فدايما ما يبخلش على نفسه، ان هو دايما زي ما قلت ياخد كورسات، يشتغل على نفسه، بدل ما بنضيع وقتنا في حاجات كتير قوي، ودايما بدل ما بنهدر وقتنا واعمارنا وحياتنا كلها في حاجات كتير قوي، لا احنا ممكن جدا نغير حياتنا تماما في حاجات كتير. احنا ممكن كمان نستعمل السوشيال ميديا في حاجات ممكن تفيدنا، يعني ممكن ناخد كورسات دلوقتي، كل حاجة دلوقتي بقت متاحة على اليوتيوب، ممكن اي شخص عايز يتعلم اي مهارة، عايز يتعلم اي حاجة جديدة، عايز يتعلم اي حاجة عموما، كل حاجة متاحة. بس الفكرة كلها ان الانسان اللي عايز يشتغل على نفسه، اللي عايز يغير من نفسه، يطور من نفسه، يخلي حياته افضل، فاكيد مفيش حاجة في الدنيا تقدر تمنعه، واكيد ده هيغير حياته تماما بعدين، وهو يعني ده كمان هيكتشفه بنفسه. لان فرق كبير ما بين أي انسان عادي عايش حياته عادي وما عندوش اي اهداف، ولا حابب ان هو يطور من نفسه، ولا حابب ان هو يستثمر في نفسه، حياته هتكون ملخبطة مهما كان عنده من حاجات، مهما كانت حياته المادية مثلا كويسة، هتكون يعني حتى في طريقة التفكير بتختلف تماما في طريقة التفكير. فمهم جدا ان احنا نركز على فكرة الاستثمار في النفس، لان دي من اهم الحاجات اللي ممكن نعملها في حياتنا. بس ده كان الفيديو، واتمنى اكون قدرت افيدكم، ويا رب تكون الفكرة وصلت. ميرسي جدا جدا ليكم، نورتوني، بحبكم جدا، باي باي.